صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها أكثر من موضوع، فيها تصريح خاص لأخونا العزيز سيد فواز بخيت عضو مجلس إدارة نادي كاظمة ورئيس جهاز الكرة في نادي كاظمة، ردا على تصريح المدرب المقال السيد داركو. عندنا أيضا نظرة على الجولة القادمة من دورينا، وخاصة أن هناك مباراتين من العيار الثقيل وموضوع الحكام، وخاصة أيضا أن يعني الحديث حاليا حول موضوع الحكام والإعلان رسميا بأن إدارة مباراتي القادسية والكويت والعربي والسالمية الحكام غير كويتيين، الحكام خليجيين. هذا الأمر سنطرح للنقاش إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى اللي تكون خلال البرنامج. نرحب بضيوفنا ومحللينا متواجدين معنا، على اليمين اللاعب السابق الكابتن علي زيد، بجانب اللاعب السابق ومدير فريق القادسية الأسبق كابتن محسن غانم، على اليسار عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقا والحارس السابق كابتن خالد الشمري، وبجانبه طبعا الدكتور حسين المشيمي الحارس السابق أيضا ورئيس أو مدير اتحاد غرب آسيا سابقا. جايب اليوم كل الحراس. اي والله العماير فاضيه اليوم. انتم تشوتون فما تقدر ترد عليهم. تشوتون عليهم. حراس جبرات حراس. لا محشوم. شفته يقول العماير فاضيه. كاي مجمع الحراس كلهم رايح حولي ولا سامي. يمون عليكم يمون عليكم. علي 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 الدين يمون علي. طبعا يعرفون ثابت علي. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. عندنا اكثر من مثل ما ذكرت عندنا اكثر من موضوع سنطرح للنقاش. ونسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركة ونرز العالمية، معقمات هايجين ومياه بيرين. الشكر لشركة HYCM الشركة الأولى في التداول عبر سوق فوركس العالمي. الشكر لأطياب القمة. الشكر لمحمصة كازو أند مور. الشكر لنظارات كيفان. الشكر أيضا لأجواخ الملوك. الشكر لدير أندير. الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفا وزيوس في الكويت. الشكر لمعرض أسد الملابس الرياضية. شكر ايضا لماتادور ديزاين. قبل لا ابدا ايضا يعني اخونا مصعب العنزي احد متابعينا ومشاهدينا وقد ساوي معروف اعتقد عند الجماهير ايضا، ويتشارك معنا في بعض الاحيان في برنامجنا، ودائما يحرص على تزويدنا ببعض الاخبار. يعني الفتره القليله الماضيه مر العلاقات العلاقات العامه العلاقات نعم مر ب يعني اخبار حزينه، يعني بعد ما توفى اعتقد ولد عمه ولد خاله، توفى ايضا ولد عمه امس. نقول لك عظم الله اجرك، وانت ان شاء الله يعني رجل مؤمن يا اخوي مصعب، وبالتاكيد واسرتك الكريمه، وتصبرون على قضاء الله وقدره وترضون بقضاء الله وقدره ما في شك. فنقول لك عظم الله اجرك يا اخوي مصعب، والبقى براسكم. ايضا قبل لا ابدا اليوم ان شاء الله في مباراة ديربي الرياض والكل، بس قبل لا أتكلم عن الديربي اليوم في خبر مفرح أيضا، لا أنسى أن أبارك لكل الزملكاوية. اليوم قعدنا على أعصابنا صراحة، مباراة كانت نار مشدودة، الزمالك قدر يقلب النتيجة على فيوتشر، فريق فيوتشر، ويهزمه 3-2 أعتقد إذا ماني غلطان. هذا أول فوز في عهد الرئيس مرتضى منصور رئيس الجديد إذا ماني غلطان، ما اذكر الفريق فاز في مباراة من استلم اخونا مرتضى منصور، وهذه اول مباراة ايضا بعد رحيل السيد كارتيرون. نتمنى ان شاء الله تكون بداية الانتصارات لفريق الزمالك، فمبروك للزملكاوية، مبروك لجماهير الزمالك في الكويت او خارج الكويت، ونتمنى ان شاء الله الانتصارات تتوالى. هذا اولا. ثانيا اليوم ديربي الرياض، اليوم مباراة مرتقبة، مباراة منتظرة، النصر والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان. نتمنى إن شاء الله التوفيق للعالمي، أول عالمي في آسيا فريق النصر، ونتمنى إن شاء الله الله يبعد عنا يعني الأخطاء التحكيمية والقرارات التحكيمية اللي تغير النتيجة. أنا أتمنى إن شاء الله من كابتن فريق النصر وهو رايح يسوي القرعة ويعني وقاعد يسلم على الحكم يقرأ المعوذتين، وإن شاء الله الأمور تكون سهلة إن شاء الله، وربك سهل الأمور
السهم شيء. طبعا الفاتحه هذه معروفه تقرونها كلاعبين يقرونها جميعا مع بعض، لكن لما تروح تسوي القرعه تسلم على الحكم اقرا المعوذتين وان شاء الله ربك يسهل الامور. والفاتحه الموتى يقرونها مو لا الفاتحه لان دائما تقرونها لازم قبل المباراه صح؟ انت بتجمعون وتقرون الفاتحه؟ اي بس معوذتين شنو؟ حاسد الحكم؟ في حسد يعني؟ لا على العين، على العين، قل اعوذ برب الفلق. ليش ما يقرا بعد في سوره ياسين؟ لا طويله تخلص مباراه. لكن ان شاء الله عموما نتمنى التوفيق لي. بس اذا جاب له الهلال يسوون السالفه؟ اي بس اذا جاب له الهلال. لان الحكم ما يعني الهلال عندهم امور ممكن يعملونها تفوزهم يعني، مثلا عندهم مثلا دائرة التحكيم، دائرة التحكيم عندهم. بس يعني لا انا ولا اي هلالي ولا نصراوي، دائرة التحكيم عندهم كشفت كل الاخطاء. صحيح. وضحت انه تقريبا 70-80% من الاخطاء استفاد منها الهلال. صحيح. هذا ما حد يتكلم. اي والله دائرة التحكيم. لكن احنا ان شاء الله كلنا ثقة ان شاء الله برجال النصر. لا مع ربع مبارك الدوسري شيء زود يعني. ما يتفرغ استفادة التحكيم. شو متوقع حق المباراة؟ والله انا اتوقع الهلال ان شاء الله. ان شاء الله. هذا عاطفي. عاطفي لا انا هلالي. انا اعرفه علي. اي ساتاثر انا. ايش عاطفي شنو زين؟ ما يبكي برضه انا. انا شنو علي اذا عاطفي؟ اذا عاطفي شنو الهلال يعني؟ مع الهلال مع عشان لابسين ازرق على بال المنتخب ولا شنو يعني؟ مع ان ترى النصر راح يفوزهم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انت شنو دام قال هالكلام هذا توقعك؟ والله انا اتوقع النصر افضل، خاصه في المباراه الاخيره في بطوله ولي العهد. لا كاس خادم كاس الحرمين. خادم الحرمين عفوا. نعم. انظلم فيها واضح، حتى الجميع اجمع ودائرة التحكيم مثل ما قلت لك قالت انه مو ضربة جزاء الأخيرة اللي فازوا فيها اخر خمس دقائق، فالنصر كان افضل والهلال استفاد من اخطاء التحكيم. نعم. احنا نقول اخطاء تحكيمية ما نبي ندش في النيات، بس هذه مو بلنتي وهم حكموا فيها. نعم. عشان لا يقولون اسأت لحد ولا شكيت بحد. صحيح. ايه بو فيصل شنو تتوقع؟ والله شوف ذاك اليوم احنا هني بالاستديو توقعنا فوز العرب القادسيه. نعم. انا توقعت القادسيه يفوز وخسر. انا ما ابي اتوقع، اتمنى النصر يفوز، خاف اتوقع النصر يفوز يخسر. لا ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله اتمنى انه يفوز النصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه حلوه. شوف على طاري النصر في طرفه صارت معانا في مباراه، احنا نلعب ضد نادي النصر السعودي، نادي كارما ضد النصر السعودي في اعتزال ناصر الجوهر. هذه المباراة صارت 87 أعتقد في ملعب الملز. فنادي النصر في ذاك الوقت كان يملك يعني فريق قوي. تخيل الهجوم ماجد عبد الله، محيس الجمعان، وفهد الهريفي، يوسف خميس، مطعمين نادي النصر، مطعمين فريقهم في محمود الخطيب. نعم. شو يصير الفريق الهجوم؟ مو طبيعي. المهم احنا قاعد نلعب واللعبة كرة أرضية بين البلنتي وبين نقطة البلنتي وبين خط 18 على مستوى الصدر. كان محمود الخطيب يأتي الكرة على صدره، الله يذكره بالخير، قاسم حمزة يمه. سوى يعني انت شو تتوقع ان يسوي اللاعب؟ يا يطقها براسه، يا يسكنها بصدره، طقها بصدره، طمرها من فوق قاسم، طقها كذي بصدره راحت فوق قاسم. شنو سوى قاسم؟ مسك الكرة مسكها بلنتي. كان انا عمري ما شفت لاعب يطمر الكرة بصدره، فمسكها بلنتي. طبعا المباراة نار، تعادلنا 2-2 في ذاك الوقت. كان مكان نجوم. نعم. احنا نقول الاول تراها وهم يقولون التعادل، احنا نقول الثاني وهم يقولون التعادل، لكن كانت مباراه قمه المستوى. نعم. فاتمنى النصر ان شاء الله. ان شاء الله. انا اول مره ادري انك نصراوي. لا قلت لك ذاك اليوم نصراوي. لا يفقد ذاكره. والله اي والله الى وقت يفقد. اي انا فريق النصر. زين اشوف ابو فيصل شو تتوقع؟ اتوقع النصر ان شاء الله. نصراوي يعني؟ انا من زمان نصراوي. ترى شوف انا شجعت الاتحاد قبل وشجعت النصر. اي عرفت؟ حلو. لعبت القادسية كنت. وبعدين احب اللون الاصفر. احب الاصفر. بس النصر احبهم من زمان مع انه ماجد يا اخي فريق ينحب يا اخي من الله سبحان الله. شوف في فرق تنحب سبحان الله من الله يا اخي. خليني اقول لك شيء. في فرق تنحب من الله سبحان، وفي فرق ما تدانيها من الله سبحان الله. لو تشوفها تقول ايش هالفريق هذا؟ شوف الجمهور النصراوي يعرف انا لي سالفه مع كابتن ماجد عبد الله. شلون؟ كل ما اروح حتى الجوازات ترى ايه لو عبر ايه خل واحد بس يصيدني ويكون نصراوي يعني. ايه يقول لي سوى فيك ماجد عبد الله. والله اي 2-0
ما ورحت تصفيات كاس العالم. قلت له قاعد اجدد جوازي. اي رحت جدد جوازك يوم كسر فيني. قلت له الحين قاعد اجدد جواز ما خلص يضحكون. يعني انا واجهت هجومات مهاجمين وايد يعني، لكن مثل ماجد عبد الله ماكو. صح مهاري ماكو على هالجسم على هال يعني. شوف فتحي الله يطول بعمره، فتحي كميل شنو ميزته؟ انه طويل ومرن ويراوغ، صعب تلقى نفس الـ يعني الخاصيه هذه توافق العضل العصبي والتوافق على صعب مع الاطوال هذه. لكن ماجد عبد الله عنده فنت. كابتن ماجد الف تحيه ويعني وسلام له، يعني انه عنده فنت لو شنو ما تدري وين الكره ما تدري وينها. يعني قول على شو اسمه قول على الصين الطين ومطر عزيز هذا ما يصير يعني. ادور الكره ما ادري وينها الحين. يوسف الاثنين مقاش لاعب. لا لا لاعب لاعب لا لاعب بس ماجد. انا احب الهلال عشان يوسف الثنيان صح. لا بالعكس لاعب نص نفس المركز اللي يعني نلعب فيه. ماجد هيدر صراحه اللاعب ترى ماجد هيدر ها ما راح يقول بالراس و شوف دائما الهداف دائما الهداف هو اللي ياكل الجو على لو مثل في حق الحراس مثل نجم المباراه لو غلطه واحده هذا لو يضيع خمس فرص يقول جول. بس ماجد يعني عنده اهداف يمين يسار جنب هيد لانه اللي كل شيء عنده اللي يخلي الجمهور لاعب يخلي الجمهور كلامك على مستانس. فتحي كميل لاعب ما في مثله لا طلع مثله ولا راح يطلع مثله. صح اسطوره يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه الصحه والعافيه. لاعب مو طبيعي لكن ما اخذ حق اعلامي ومو هداف ترى لا لا مو هداف فما اخذ حق اعلامي. صح في هذا انا قاعد اركز على الهداف. نعم يعني بشكل سريع ما دامت تطرقت لماجد، ماجد ولا جاسم انت وجد؟ لا لا عاد ما يصير كذي. هذا شيء وهذا شيء. نعم اربع راس حرب من صدقك احطهم اثنيناتهم باخذ مو الدوري. انا العب بالعكس انا العب. لا الحين محتار بين جاسم وماجد اثنيناتهم. لا ماجد جاسم. لا 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 انا اثنيناتهم. لا جاسم انتهى الامر. ابو حمود نقول جاسم انتهى الامر ما في. لا لا انت تبي ما نقلل من قيمه. لا لا احنا ما نبي المقارنه يا جماعه. انا ما احب هالمقارنه. مو مقارنه جاسم ترى جاسم ماكو منه حتى بالصراحة. وحتى ماجد ماكو منه. كل واحد له بالصراحة يعني عدل ولا ما عدل. الدخيل ماكو منه. أنا هذا رأيي يعني ماكو واحد مثل الثاني. كل 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 منتخب كل واحد له إيه أو كل يعني كل ديرة لها 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 لاعبينها المميزين يعني مثل عبد العزيز العنبري يعني ما يطلع مثله. زين أنت شو تقول؟ أنت قلت جاسم صح؟ جاسم أنت شو تقول؟ لا جاسم. جاسم ماجد. ماجد طيب مع انك غتساوي يعني. اي بس ماجد انا اقول لك ماجد لانه عنده المهارات عنده المراوغات عنده امور كثيره في امور يعني يفرق عنه. بس هم متقاربين جدا. نعم مو تقلينه بالعكس. جاسم عنده الامور الصعبه. جاسم إيه. ماجد عنده الامور الصعبه. عنده الجنب اللي حتى اي حتى حارس مرمى عنده الجنب. حتى ماجد اذا بيرتقي جاسم يفوقه يعني. حتى ماجد عنده الجنب عنده الكرات الثابته جاسم يمين يسار عنده المراوغه. عشان كذي ما احب اقارن بصراحه. ولا على فكره انا قلت حق محمود قلت ليش وني ما لحقت عليك شفت له جول مره والله العظيم على خط 18 طامر مو داخل على خط 18 نادي اليرموك توني صاعد شيء بالمدرج ولا دشتي جول شيء تحت 17 انا طالع شيء ولا جاسم يعقوب طامر فوق تعرف كابتن ماجد يصير صخه طمر فوق كذي والله على خط 18 كان يعطيها كنا واحد شايت الكره طيب. وفي جول حق ماجد على الهلال طايف العارضه اي ما شاء الله العارضه نص جسمه هني صحيح. عموما خل نروح حق اول تغرير. بس قبل اول تغرير هي مناشده بشكل سريع. احنا حاولنا الاتصال ببطلنا في قفز الزانه اللاعب فهد المرشاد اللي متواجد حاليا في اوكرانيا. وحتى هذه اللحظه اللاعب او البطل او يعني خلينا نقول الكويتي على الاقل خل الرياضة على صوب كرياضي كويتي عالق في أوكرانيا حتى هذه اللحظة مو عارف شلون يرجع الكويت. أنا ما أدري هل يعني شنو وضع الإخوان في سفارة الكويت في أوكرانيا. هل ساعدوه هل وصلوا له يعني حسب اللي عرفته أنه بينتقل الآن من كييف بيروح مدينة آمنة شوية حتى ينتقل إلى دولة أخرى. وحسب اللي عرفته ان ما لقى وسيله نقل يروح فيها الكل خايف. يعني شيء محزن صراحه اليوم ان نشوف
كويتي عالق في أوكرانيا، ما في أحد يعني يهب لمساعدته لمساندته للوقوف معاه. يعني أنا أتكلم وين الرياضيين عن هذا الموضوع؟ خل يعني نتكلم على مستوى وزارة الخارجية. هذا كويتي يا جماعة، يعني هذا المفروض أسوي المستحيل عشان أرجع الولد. يعني تخيل أمريكي موجود في أوكرانيا، إيش يصير؟ يمكن يسوون حرب عشان يطلعون ولدهم ويبونه. أنا ما ثبت على الفيديو، شنو يقول جوازه مو موجود ضايع؟ ما أدري والله، ما أدري شنو الموضوع. أنا اللي أعرف أنه يعني يطلبوا مني الإخوان مناشدة المسؤولين لحل هذا الموضوع، وخاصة أنه هو رياضي. قلت يبا حتى لو مو رياضي دام يعني ولدي رتنا وكويتي، والنهاية والله حاولنا اتصال فيه الخط مو راضي يشبك. يعني المشكلة احاول ادش عليه في تويتر والله ما اشوف. يعني هي الله يعينه ان شاء الله، والله يرده بالسلامة ان شاء الله. الوضع صعب صراحة، يعني هم المفروض يعني واعتقد ان وزارة الخارجية خاطبت وناشدت اي كويتي في اوكرانيا انه يتواصل مع السفارة يوم قبل لا تبتدي الأزمة. وهم عارفين يعني ان الوضع الان خلاص صعب، يعني بعد هال يعني اللي قاعد نشوفه من القصف وهذا، يصعب على اي جهة مثلا دبلوماسية انها هي تأمن مواطنيها. شيء صعب صراحة. نعم. اللي قاعد نشوفه بال 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 بالاخبار. يعني هو صراحة الخطأ ممكن يكون خطأ انه ما تلاحق على نفسه، هو اقرب منه، هو بقلب الحدث، هو قاعد يقرا التقارير، وهو رجل يعني متعلم، يعني عارف ما يقدرون يسوون الحين. هذا وقت الخارجيه، هذا وقت لا شوف تبي بس غالبيه بالاوقات السلميه، لا غالبيه الدول هذا وقتك الحين. غالبيه الدول عبر سفاراتها ناشدت مواطنينها كلهم يعني انه توخوا الحذر وداخلين. انا ما ادري شنو الوضع بس بعد ما يعني طاح الفاس بالراس صعبة صراحة. أنا أقول لك يا الله يرده إن شاء الله بالسلامة يا رب. وأنا أتوقع أن وزارة الخارجية ما أعتقد أنها راح تقصر عليه، ولكن الوضع جدا 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 صعب، يعني خصوصا في 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 هذه يعني المنطقة. أنا بأوكرانيا رايح لها يمكن سنة 2012، وحصلت لي مشكلة يعني كنت مع أحمد عبد السلام يومها، ويعني ما أعتقد ما كان فيها سفير يعني بسفارتنا، كان فيها قنصل، ما قصر يعني محمد الحامد صراحة، رجل محترم وساعدنا يعني لما فيه الكفايه، واعطانا يعني ورقه عدم تعرض، لان هناك البلد صراحه يعني هم يعني نوعا ما يعني يعني اذا شافوا واحد شويه مو بنفس بشرتهم وشيء دائما يوقفونه ودائما يبون يعني هذا. فاحنا الحمد لله ربنا ان شاء الله على نفسنا يعني، واخذنا ورقه عدم تعرض يعني، وحتى خلى لنا سياره السفاره الكويتيه بامرتنا لمده 4 ايام، ما قصر صراحه ويانا. نعم. طبعا احنا كنا ايام 2002 ايام سلم يعني، عرفت شلون؟ نعم. الله يرد علينا في تواصل، لكن ان شاء الله كل بنقول احنا ان شاء الله بالنهايه انه يرد ديرته سالم. يعني امانه شيء هذا الامر يعني يقلقنا احنا ككويتيين او ك يعني من الناحيه الانسانيه اصلا. صحيح. هذا الشخص صحيح. ان شاء الله نتمنى يرد الى ديرته وتكون اموره كلها طيبه يا رب ان شاء الله. هي مناشده اخيره يعني، الرياضيين يعني المفروض وقفه من الرياضيين اليوم. هذا رياضي اتمنى توقفوا معاه في وضع مؤسف يعني. ايضا الشيء بشيء يذكر في خبر تفضل. يقول لك القبس طبعا. نعم. تو الحين عاجل مصدر دبلوماسي للقبس المواطن فهد المرشاد عدل. نعم. العالق في أوكرانيا على مشارف الوصول إلى رومانيا حاليا. نعم. تم التواصل معه وتقديم المساعدة لتسهيل عودته إلى البلاد. تسليم أيضا الطالب البدون عبدالله مياح وثيقة السفر في بوخارست. هذا الخبر توه. جزاهم الله خير، ونتمنى إن شاء الله عودتهم سريعا. أي والله. الشيء بشيء يذكر أيضا، ما نتكلم عن أمور الرياضيين، بطلنا خالد خليفة أيضا في ألعاب القوى المفترض أيضا اليوم يسافر تايلاند على نفقته الخاصة، بعد ما أيضا شعر في آلام جديدة. تعرفونه راح فترة في لندن أعتقد يعالج من السرطان، ورجع لله الحمد أمور طيبة، لكن الآن بدأ أيضا يشعر بآلام، فاضطر أنه يروح على نفقته الخاصة إلى تايلاند لإجراء الفحوصات والاطمئنان على صحته. مع أن كنا نتمنى أيضا أن حتى رحلته هذه ما تكون على نفقته الخاصة، يكفي أن بطلنا خالد خليفة رفع اسم الكويت ورفع علم الكويت، لكن هذا حال رياضيين للأسف. أن في الأمور
الصعبة نجد الكل يتخلى عنهم، لكن وقت الفرح وقت الفوز تلقى الكل اللي ينطرب المطار واللي يصور وياه واللي بعدها، لكن نفس بطلنا خالد خليفة. لكن احنا دعواتنا لك يا اخوي خالد، وان شاء الله تروح وترجع بالسلام. انا ابو محمد خالد الغانم ما قاعد يقصر ويا الكل. نعم اغلب اللاعبين الحين قاعد يسفرهم برا وقاعد يساعدهم. لا اكيد لو رايح لخالد ما راح يقصر وياه. خالد الغانم لكن عنده خبر نهائي بعد ما يصير بعد كل مره. المره اللي فاتت راح وعلى اعتقد نفقه الحكومه، ما يصير تدري هذه اجراءات الحكومه شوي متعبه، وبالنهايه هم الشخص بعد عنده عزه نفسه في اسطوره يعني. العاب القوه اي والله اي والله هذا لازم والله يكون وياه يعني. نعم نعم بدون مناشده عموما. اخر نقطه قبل لا نروح الفاصل عشان بعدين ندخل في موضوع فواز بخيت، تذكرون قبل فتره انتشر فيديو لملاعب المراحل السنيه في نادي التضامن. الاخوان في نادي التضامن مشكورين، دزوا لي فيديو اليوم وهذا شيء يشكر عليه الاخوان في نادي التضامن صراحه. اخوي مبارك النزال، اخوي فهد دابست، اخوان اعضاء مجلس الاداره، نبي نشوف مع بعض واحنا نسولف ماكو مشكله، لان فيديو قصير صراحه. الاخوان بداوا في اعاده ترميم ارضيه ملعب نادي التضامن اللي تقام عليه تدريبات المراحل السنيه. انا اشكر الاخوان في نادي التضامن اللي يعني قاموا في هذه البادره ويشكرون عليه. يعني حتى احد الاخوان يعني كنت اتمنى من الاخوان في نادي التضامن انهم يصورون هذا الامر، لان ما فيها شيء، بالعكس اليوم هذه بادره طيبه منكم. واضح ان احد الاخوان مصور خشاشي مثل ما يقولون، لكن يشكرون على هذا الامر. وتحيه للاخوان في نادي التضامن، ومو غريبه على اخوي مبارك النزال حرصه على يعني ابناء النادي وعلى لاعبي النادي، ولا على اخوي فهد دابس ايضا ان الامور يعني تنتهي على خير. فكل الشكر الاخوان في نادي التضامن وما قصرتوا. وعلى فكره ارجع واكرر حسب ما نقل لي بان هذا تكفل فيه او تكفلوا فيه الاخوان في نادي التضامن، وهذا الامر بزعلنا صحيح، لكن ولا يظل هالحال اللي شفناه، الحاله المؤسفه والمترديه. اعتقد كان ابو فيصل موجود لما نحط الفيديو. صح. فكل الشكر للاخوان في نادي التضامن. بروح لفاصل وبعدها ان شاء الله سنعود. صباحكم الله بالخير. تصريح خاص لأخونا فواز بخيت رئيس جهاز الكرة في نادي كاظمة وعضو مجلس إدارة نادي كاظمة يرد من خلاله على المدرب السيد دارك. خلينا نشوف أبرز ما قاله أبو عبد العزيز. طبعا هذا الكلام غير صحيح وكله كذب في كذب وتدليس وتأويل وتجني، وأقسم على ذلك. وأنا يعني وجهة نظري واللي أشوفه والمنطق يقول إن طبعا الكلام اللي تفوه في داركو أنا طبعا بأوامر من المتعهد لي يعني يلقى له عقد الموسم القادم. داركو سبحان الله يعني توفر له ما لم يتوفر حق أي مدرب قبله، بالإمكانيات، بوفرة اللاعبين، بدعم من إدارة الفريق، بدعم من مجلس إدارة، وبالأخص الأخ الرئيس النادي الأخ أسعد البنوان، يعني دعم كامل من الرئيس لدرجة أن الرئيس كان شبه يومي يحضر التمرين، وأي مشكلة للأمانة كان يحلها عشان لا يصير في أي عقبات للمدرب وللفريق، وكان على طول ينهي أي مشكلة. أنا وجهة نظري يعني داركو يعني رفس النعمة هذه، وجهة نظري داركو يعني ضعف فني، أنا وجهة نظري ضعيف فنيا وسيء نفسيا. ضحكت لما سمعت انه يقول كاظمة ما يحتاج مدرب، فواز مدرب، فهذا يعني انت قاعد تسيء حق نفسك.
وانت هذا من ضمن بدايه كلام ما اقول لك الكلام هذا في كذب وفي تاويل. يعني انت لما تقول فواز مدرب يعني معناته انا قاعد اشكل، انا قاعد ارتب، انا قاعد ادرب. فهذه يعني ما في مدرب محترم يرضى على نفسه 7 شهور يكون انه والله في احد قاعد يتدخل بشغله، وهذا طبعا مو صحيح. يعني انا والله ان عمري ما تدخلت باي شؤون مدرب درب. هل يعقل ان انا افرض عليه اقول له لا تلعب شبيب، لعب مثلا ادواردو؟ مو صحيح. احنا كنا نقول له واحنا تعبنا واحنا نقعد معه، كنا نقول له شبيب قاعد يلعب وسط 3 مدافعين او مدافعين ما يقدر، لازم انك تلعب عندك محترف مهاجم لازم يلعب مع شبيب عشان تكون عندك قوة بالهجوم. احنا شهر 12 او اخر 12 انهينا عقد المهاجم، والمهاجم هذا انت اللي قلت تبي بعد ما شفت فيديوهاته، والمهاجم هذا كان من افضل المهاجمين في الموسم الماضي وكان هداف فريقه وكان ثاني او ثالث هداف بالدوري الكويتي. انت وانا كنت اقول له قلت له انت انهيت اللاعب هذا في اصرارك في انك ما تلعبه، وكان من المفترض هذا يلعب لانه يفيدك. احنا الحين انهينا عقد المدرب عقد اللاعب، انت ليش تناقض نفسك؟ انت الحين تقول انا قلت لهم يبوا لي مهاجم وانت كان عندك مهاجم ما تلعبه، شلون قلت لنا؟ انت بنفسك قلت انا احتاج وينج واحتاج صانع العاب، منين طلعت لنا هجوم؟ على كلامه قال كنكوني، الحين من اللي قاعد يلعب اساسي؟ زين شلون انا اقول له ما ابي كنكوني؟ كنكوني افضل لاعب الحين وتو ماخذ جائزه، افضل حارس، شلون انا اقول له ما ابي كنكوني؟ هذه من الاشياء لما اقول لك سوء بالتعامل النفسي والحاله النفسيه اللي تعامل فيها. هذه من ضمن الاشياء للاسف انه كان يضربنا احنا باللاعبين للاسف. يعني اللاعب اللي يقول له ليش ما تلعبني؟ يعني مثلا واحد من اللاعبين كان يلعب وشال يمكن 3 مباريات، قال له انا الحين ملتزم، قال ليش شلتني؟ وليش ما قعدت تلعبني الحين؟ يقول له والله انا ابي العبك بس اداره فريق ما تبيك تلعب. من المعسكر عندنا لاعبين للاسف ما اخذوا فرصه، واحد فيهم عثمان الشمري لاعب منتخب ما اعطاه فرصه واحده. كذا مره نكلمه، كذا مره نقول له. يعني ولا داير باله اللي باله يبي يسويه، لا وعنيد في الغلط، يعني في امور غلط يكابر فيها ويعاند فيها، واذا خسر يقطها براس اللاعبين. هذا يعني بشكل عام، وهذه قصه المدرب يعني الكلام اللي دار للامانه. وانا يعني كل كلمه قلتها والله العظيم اني صادق فيها. هذا كان رد اخونا العزيز فواز بخيت رئيس جهاز الكره في نادي كاظمه وعضو مجلس اداره نادي كاظمه، وهذه يعني عشان نكون منصفين من باب الامانه الاعلاميه ومن باب الادب الاعلامي لما نعرض راي واجب علينا وغصبا علينا احنا في برنامج الديربي نعرض وجهه النظر الاخرى والراي الاخر. فاليوم عبد العزيز أدلى بدلوة حول هذا الموضوع، أيضا المجال مفتوح إذا كان السيد داركو حاب يرد أيضا المجال له مفتوح. أبدأ مع الكظماوي ولا قصورا في الإخوان كونه يعني نادية وفريقة، رأيك وأعتقد أنك سمعت أيضا تصريح داركو، رأيك في هل تصريحين؟ شوف أنا أول شيء يعني أصدق فواز بخيت كل الكلام اللي قاله فواز، يعني من النوع اللي انا عشر فواز وعرفه زين، ما في داعي انه يتجنع المدرب او يتجنع على موقف ما حصل. كلامه واضح ومنطقي. المدرب اذا انت قاعد تعاني من فواز على كلام المدرب، اذا انت قاعد تعاني من فواز الفتره هذه كلها ليش ساكت وليش ناطر وش حقه متحمل الفتره هذه كلها؟ التدخل في شغلك اذا كان موجود تدخل في شغلك. انا امانه كلمت حتى حميد العسعوسي، كلمته مساعد مدرب، قال لي ابو فيصل يمكن ذاك اليوم دخل معاكم، الكلام اللي قاله لي قال لكم قال لي
يوم اكون معه قال لي مدرب فقير فنيا، مدرب ساعات يجيب لاعب من المدرج يلعبه. طبعا هذا كلام حميد حقي، بس انا اللي قاعد اشوفه، احنا حضرنا هني مباراه العربي وكاظمة اللي فاز فيها كاظمة، حتى انا قلت بالحرف الواحد قلت اذا على هالامر هذا ما راح يكمل كاظمة، لانه ما قاعد اشوف لمسات فنيه حق المدرب داخل الملعب. انا ما قاعد اجامل المجلس الاداره ولا اجامل فواز، انا قاعد اقول كلام فواز صحيح. هذا المدرب يعني لو في المدرب عنده شويه من خلينا نقول الذكاء، ما يصير انت مدرب الحين انهيت عقدك مع نادي كاظمة تطلع وتصرح وتقول ان فواز بخيت ما يبي الشبيب يلعب. هذا اكبر غلط، هذا الكلام انا في رايي الشخصي عيب ينقال، عيب انك تقول والله فواز ما يعني كانك قاعد تخلق فتنه بالفريق ان يا شبيب ترى اذا ما لعبت تسبه فواز مستقبلا. هذا غلط، هذا المفروض ما يقوله مدرب يفترض انه يكون محترف انه والله ترى ما يبيك مدير الكره. وفعلا اليوم انت خلاص طلعت كثير من المدربين غير لحق لاعب ثاني بعد اي كثير من المدربين ترى في كثير من المدربين طلعوا وكانوا مظلومين وما تكلموا بالاعلام. انت اليوم تبي تبني خلينا نقول لقدام، خلاص طلعت انتهى العقد، ما في مجال انك انت تكمل معهم، بس اطلع لا تتكلم حق تتكلم اطلع باحترام عشان الناس. الكلام اللي قاله يدينه بالنهايه، الكلام اللي قاله هو يدينه. نعم التدخلات اللي كانت تصير فرض اللاعبين وما اعرف ايش، وانا ابي مكد زين انت تبي مهقل في هجوم راس حربه تقول والله يبون لي، يعني معناته ان انت قاعد ما له شخصيه. البعض يقول يعني اذا انا متصدر وانا الفريق الناس تمدح الفريق ويشيلوني إدارة الفريق واطلع ولا اتكلم باكر يقولون هذا اللي يعني العيب في المدرب، يعني انا هم كمدرب لازم ادافع عن نفسي. بخالف اشكال قادسيه المدرب مشى ما تكلم، مع انه كان تكلم طلع بتصريح صحفي ايش قال اعلامي قال دخلهم في شغلي قال يسوون كذا دم لانه ما في تدخل في عمله ما في بالضبط. يعني انا ايش قاعد اقول لك، حتى لو كان في ما تكلم غير الكويت غير مدربه ما طلع المدرب وقال وقال وقال، ترى كل الفرق هذه متصدره. عزيز انا ما بقطع كلام خالد، بس ادبيات واخلاقيات المهنه ما يصير تتكلم حتى اللاعب. يعني انا في تصريح ذاك اليوم حتى قال احد اللاعبين العربي شو اسمه العنزي، ترى انا مو مع التصريح تي تصرح سلطان عقب ما تطلع، ما يصير ترى. يعني انت لاعب انت مدرب، ترى هذه دروس المفروض الناس تستفيد منها. اي مكان تكون في مثل اللي يقول لك المجالس لها يعني امانات. نعم. امانات يا جماعه، ترى مو بطوله. لا انا اختلف معاك. لا 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 اسمعني لا. اسمع خليني اقول لك، لا هذا عزيز تحب الفضايح. لا مو فضايح. لا بس يعني الواحد ما يصير انا اطلع وانا بصوره سيئه. ما يصير المدرب انا متصدر دوري يعني الحين مثلا صح كاظمة 20 سنة. لا هو ما وصل للصدارة. لما يجي أدري أي شكل عام لاعب مدرب أي لاعب. ما تتكلم. من حقي أني حفاظاً عليك. ما يصير مفيد. يعني اليوم أنت تلوم سلطان مثلاً. سلطان. الجمهور الغتساوي قاعد يلومه مثلاً. خل ما أبي أتعمق في موضوع سلطان. لكن بما أنك ذكرت سلطان. أنا مو صح. ما يصير أخلي الجمهور شايل علي وزعلان علي. ما يصير جمهور كاظمة زعلان علي. لا لا. الحين أنت سؤال أنت ليش شايل الحين ليش شايلني أنا كمدير أو مدرب. لازم أبين فيه شنو أخطاء. ليه ما يتم سؤالك تتكلم. ما تب سؤاله ترى هذا السؤال انا لا ما تب سؤاله مو بس هو خلني ارجع عشان لا نفتح الموضوع ذاك. ثلاث مباريات راحت منه كان متصدر راحت منه ثلاث مباريات راحت مدرب اسال المدرب لا مو اسال المدرب ليش ساكت وين مدير الكره وقتها شو يسوي مدير الكره انا على علمي انه ما كان موجود مو راضي عليه هو مو راضي على في شو انا قاعد اقول انا قاعد اقول انا انتم اخبر مني يمكن امور اداريه انا استلمت فتره بسيطه اذا وعرفت شغله كلاعب طبقتها بسيطه إذا أنت أنا جايب المدرب أنا جايب المدرب ما أعرف عن المدرب معناته أنا ما أفهم شيء ما أعرف عن المدرب قصدك شنو قبل يعني ما أدري عنه شنو طريقته شنو مشكلة كاظمة كاظمة قاعد يسكر مو نفس قبل قاعد يلعب قبل كاظمة كان يمدح قبل بالضبط على أيامكم من بعدها كاظمة صار مضقاقة مو كل بس كاظمة قاعد يلعب بأسلوب المدرب هذا يسكر ما أهم شيء ما يدش جول ويصيد له هدف وصل للصدارة النتائج تدنت في المباريات الأخيرة في شيء داخل واتضح وشنو لازم التصرف لحظة شنو لازم التصرف تصرف أنت اشتغلت تصرف التصرف أنا كمجلس إدارة كجهاز إداري نقعد مع المدرب وبيننا باين إن الأمر
بس اذا بتفرض عليه بتغير اسلوبه. شوف لا اسمح لي خلل واضح. انا بقول لك شغله نقطه. انا اليوم لا لي ناقه ولا جمل في مع مجلس اداره نادي كرمه. وعرف مسعود ترى انا عندي خلاف مع مجلس اداره نادي كرمه ممكن في مره المرات. صحيح طلع ابو بدر حبيبنا ابو بدر اسمه اسكندر نصبح عليه وتكلم وقال بالعكس هذا خلاف. انا ما اقول خلاف شخصي خلاف بالعمل لكن يبقى بالنهايه انا اليوم يعني ما اخذ مثلا موقف من مجلس اداره ومجلس اداره ما اخذ مني موقف. بس انا اقول الصدق اليوم مجلس اداره ما قصر مع المدرب جاب له لاعبين ترى عمره ما يحلم فيهم يعني في اللاعبين الموجودين عشان فيهم والاهتمام اللي تم. وانا اعرف شخصيا ان اسعد البنوان مهتم بالفريق اهتمام شخصي وقاعد يدفع وقاعد يشاهم وقاعد كذا وهذا الكلام انا اقوله وانا مسؤول عنه. خالد من اللي تعاقد بس منو مع المدرب من اللي جاب هو بالنهايه اكيد فواز الخيط ومجلس اداره بس اكو جايبينه كذي عمياني لا لا مو عمياني بس اكو نقطه انت اليوم شلون تعرف الشخص انت لما تتعامل معه انا اقول لك اكو نقطه اساسيه ممكن قاعد يدخلون يبين يفرض هذا هذا الفريق الفريق السنه هذه يفترض انه ياخذ البطوله ومتصدر فرق كبير. اليوم المشكله اللي كانت وين كانت مشكله عند نادي الكويت وكانت مشكله عند منو عند نادي القادسيه ترى الفتره الاولى من البدايه ما كانوا كان عنده تعثر العربي صح كان المفروض يفرق يفرق وايد مو اي اخر ثلاث لعبات كانت فرصة كاس العهد اطيح من اول مباراه اول مباراه مع احترامي للمنافس لكن يبقى من النهايه ما اقدر انا ابو فيصل ابو فيصل واضحه يعني من واقع خبرتنا احنا معاشرتنا مع مدربين ان هذا المدرب ما يحب ان احد يفرض عليه راي ما يحب ان اتوقع انه إيه ما يحب ان اتوقع انه يمكن ما يحب انه يقعد حتى مع الجهاز الاداري الفني يناقش وهذا خطا ما يصير هذا خطا لازم لازم المدرب مهما كان من مستوى مهما كنت من 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 شخصيه انك تقعد مع المعنيين بالفريق اللي هو مدير الكره اللي هو رئيس النادي تقعد ولازم تسمع يعني بس مو الانسان الانسان يمكن انت تكون على خطا لكن انت مو حاسب نفسك صح ولا مو صح الاخوان اللي برا اللي قاعد يتابعونك عندهم معلومات عنك او قاعد يطالعون فيك شيء لازم يصير في اخذ وعطى بينك وبين حتى لو ان انت عندك شخصيه واحنا نقول للمدرب روسي طلع قال قاعد نقول له اللاعب لاعب ثاني تلعب لاعب ثاني يا شبيب بس محسن خل اقول لك على شغله روسي ترى لا 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 من حقه يقول له زين كان حطيت العس روسي لازم مدرب من حقه يقول له بس كان حطيت العس روسي مو مساعد تنبيه له تنبيه له دام العس روسي عارف وان اثنين افضل يلعبون خل العسعوسي انتوا ديروا الفريق لا لا شوف انا اقول لك حميد العسعوسي لما يقول حق المدرب هذا دوره لازم يقول دوره ادري بس انا بس من النهايه المدرب انا ماشي انا متصدر ابو عبد الله انا قاعد اكلمك لين وصل 20 نقطه في نهايه القسم الاول هو متصدر ابو عبد الله بتقول لي الكويت مو زين احنا قاعد نشوف دوريات مو زين مو مشكلتي ابو عبد الله ابو عبد الله احنا قاعد نشوف دوريات الاوروبيه دوريات الاوروبيه مدربين عظام واقفين على الخط يجيهم المساعد من ورا يجيله يكلمه يهوس عليه بكلمتين كذي ممكن في شيء خافي عنه اوكي اوكي ممكن بس هو ماشي صح هو ماشي صح المباريات الاخيره قام يتعادل وين ماشي صح ليش اخر لعبات لا اخر لعبات في مشاكل فاز على العربي 1-0 هني كنا قاعدين بالبرنامج حتى ما كان مو زين كان العربي افضل صح انا قلتها قلت ما راح مدرب شكله ما راح يعني الفريق ما يكمل بسبب المدرب وبعدين شكله يبين انه قاعد يربط عصا الصراحه هذا الكلام يعني يا لاعب بساع يقول له انه ترى فلان فلاني ما يبي شل المدرب هذا مو مدرب النتائج الأخيرة وضح إن في مشاكل. أبو عبد الله. وتأكدت إن كان فواز ما قاعد يحضر يقول لك إنه ما كان يجي زعلان. أبو عبد الله. لازم يشارك. فواز اللي عرفه المعلومة اللي عندي اللي عرفه إنه كان مختلف على شنو إن المدرب هذا ما يصلح يكمل. فمجلس إدارة عطى فرصة فواز هني خذ موقف من الوضع. مجلس الإدارة ما سمعوا كلام فواز يعني بعدين مو قال لهم ما يصح المدرب ما يصح المدرب ومجلس الإدارة ما اهتموا في كلامه نعطيه فرصة أنا بعرف يعني بالعقل أنا أقيس الفريق على نتائجه ووضعه ما يخالف أوكي خل أمور فنية ساعات مو زين ساعات يلعب زين بس الفريق متصدر الدوري ما هي أنا بهالوقت هذا أعمل محسن كلامك مو مضبوط أنا هرد عليك شوف لعبة أنت أخذ أنا بعطيك أربع لعبات كارمو السالمية كارمو القادسية كارمو الكويت كارمو العربي تمام كارمو فاز على العربي وتكلمنا هنا الأداء ما كان مقنع صحيح تعادل مع الكويت الكويت ما كان زين الكويت ما كان زين صحيح يعني لو الكويت لو لعب الحين مستواه في ذاك الوقت يغلب كارمو بالراحة مع السالمية
خطا من حارس المرمى كره سهله خلاص جول 1-0 انتهت المباراه. اقول لك صحيح يعني الفريق فريق اقول لك اسلوب فاز المدرب من حارس فاز مو زين. انا قاعد اقول لك فوز انت بس الفريق ما قاعد يعطي كان في مع المدرب هذا ما كان يعطي. هذا باكر لو بياخذ دوري قسما بالله هم ما يقول لك مو زين. لا 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 لو مكمل ما ياخذ دوري ما يصير. انا اقول لك ما ياخذ ما علم الغيب لك. انا وصلت 20 نقطه للقسم الاول وانت قاعد تقول مو زين لان هم هذول اسلوبهم بالطريقه هذه ما يدش علي جول اصيد لي جول. انا طريقتي كذي. انت انا قاعد اتكلم كاداره كجهاز اداري لما تجيبني مو عارف انا شنو طريقتي شنو اسلوبي ما يصير. هو طبيعي بس انت قاعد اقول انا هذا اسلوبي هاي طريقتي القاسيه وقاضمه في اسوأ حالات القاسيه ما علي 3-0 مضوي ليش انشال مضوي من القاسيه عشان هذا كنت ضمن الثلاثه الكبار بس انا قاعد اقول لك اللي قدموه مجلس اداره حق المدرب والله ما يحلم فيه. طيب مضوي ليش انشال؟ ما يعني ترى مضوي طلع شنو وضعه؟ واصل نهائي كاس وبينه وبين الصداره نقطه نقطتين ترى مو بعيد. اي بس في مضوي صارت عنده اخطاء هذا اسلوبه ما مشي لكن هذا ماشي متصدر. انت اخر ثلاث لعبات انا عندي معلومات متاكد منها انه خلاص لما انت مدرب وانا مدير وتصير مشاكل بيننا هذول راح يضيعون. اي بس هذا اثر على بس مضوي شديد احترامي شديد للانديه اللي لعب منو لعب ثلاث مباريات هذا سبب شلته يعني لعب مع الفحيل خيطان لعب مع خيطان والثالثه مع ليرموك ليرموك. طيب انت متصدر وتبي دوري اذا ما تفوز على هالفرق هذه مع احترامي لها والاشخاص الموجودين فيها العربي شلون ترتيبه كان بدايه الدوري شلون تبتاخذ منين العربي العربي نفسي. كان نفسه ما قاعد يقول انت هذا ويا ليرموك بحيل ما قاعد يقول انت وانا وذيك كلنا نعرف شغله واحده اذا العربي يا من 11 نقطه وصل 23 9 انتصارات انت شلون تاخذ دوري؟ ما شالوا المدرب شلون تاخذ دوري؟ تفوز على الفرق الصغيره هي ترى هي المكسب. طيب هاك القادسيه تعادل شباب الكويت تعادل ليرموك يعني ليش شالوا نبيل معلول ولا ما ايش قاعد اقول؟ ما قيس على لعبه زينين. احنا هني بعد تكلموا قاعد اتكلم عن طريقه اسلوب تكلموا على 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 نبيل معلول بعض المحللين انت قابل فيها من عارف المدرب هذا شنو. طيب ابو عبد الله بعض المحللين يتكلموا على نبيل او مو بس هني يعني غالبيه القنوات تكلموا على سيد نبيل معلول وقالوا ان نبيل معلول ما قدم اي شيء مع النادي وانا هني سبق اني تكلمت ان في مشروع ما بين في مشروع ما بين النادي وما بين سيد نبيل معلول شغله معينه بينت الان قلنا لكم نطروا شوي الواحد ما يصير من اول لعبه لعبتين ثلاث لازم تعطي فرصه تعطي مجال هني يبين عند مجلس الاداره وعند الاخوان اللي ماسكين الفريق يبين ان هالمدرب هذا قاعد يطور بالفريق المدرب هذا قاعد يعمل طفره بالفريق ولكن في بعض المدربين صار له سنين قاعد ياخذ بطولات كاظم لا لا يعني انا نادي صار له سنه سنتين مستوى لا لا, لا تقارن الكويت ولكن قاعد تقارن حاليا الكويت بكاظمه هذا احسن فرصه ياخذ بطولات احسن فرصه كان ياخذ بطوله السنه هذه احسن فرصه له كم صيت الريال بس في مشاكل اثرت. طيب واضح انا بروح لفاصل وان شاء الله بعد الفاصل بناخذ اتصالات على طار الاتصالات انا اشكر الاخ العزيز صالح لعلي ان شاء الله اقول اسمك صح يا اخوي صالح صالح العليقي او العليقي او الاخ صالح راد على اخونا مبارك الدوسري اللي حاط اتصال اخونا العزيز وليد القحطاني طبعا الأخ وليد قال اذكر لي المحترفين السبعة وشنو جنسياتهم في نادي النصر الأخ صالح اعتقد راد رد مقنع على الأخ مبارك وعلى الأخ وليد يقول له الأخ صالح يقول مو لازم يحفظ أساميهم حتى وإن كان مهتم بالشأن النصراوي اللف والدوران اسمع يا مبارك واسمع يا ربع مبارك كلهم سمعوا الموضوع اللف والدوران ديدنكم وتعودتوا عليه عزيز يكشف العبث الحاصل من التحكيم لفريقك المدلل فقط ما تحتاج حفظ أسامي أتمنى وصلت هذه الرسالة لك يا أخوي مبارك مشكور يا أخوي صالح على ردك وتفاعلك معه مبارك خلي رد على دائرة التحكيم قلنا خلك من عزيز ومن نصراوي ما يرد رد على دائرة التحكيم لك شفت أخطائك ما يرد ليش ما تعلق ما يريد يروح تيشن ردهم يكتب بتويتر اذا امور تيشن ردهم على هذا ما رد والله دائره التحكيم شنو قالت على مباراه النصر زين تفزت على هذا وطلعت فريق هذه اللجنه قول لي شو اسمه لجنه يترأسها حكم اجنبي ما ادري وخمسه اعضاء عندهم يمكن من سعوديين يعني مو نعم هي نعم. ماخذين قرارات طيب بالاجماع انتوا الحين كسرتوا فينا كسره لا بنروح ما صارت كنا كسرت ماجد كنا كسرت ماجد على 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 الدكتور حسين سكرنا الموضوع احنا سكرنا الموضوع
معلش فيصل تبي تقول شيء؟ لا لا في دقيقه في كلمه في كلمة في كلمة كانت حامية في كلمة حق ابو فيصل. ابو فيصل لا تفهمني غلط لا انا لا. اتكلم منطق ان فريق متصدر لا مو انت كلامك ما في منطق لا لا لا, لا بالعكس لا لا لا, 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 لا تفهم مقبول سؤال مقبول زعلت يا معود زعلت بغيت تقوم من القطع من البرنامج فهمني اسأل السؤال هذا اسأل السؤال تعرف المنطق مين لا 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 اروح لفاصل وبعدها سعود صباحكم الله بالخير. ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه. ابدا مع اخوي فيصل. صباحك الله بالخير. الله بالخير يا حياك الله. صبح عليك وعلى الكبات اللي عندك. صباحك الله بالنور. استغرب من الكابتن خالد ان يقيم مدربين وهو للاسف اللي راح اسبانيا يلعب لنا هالمدربين. المفروض ما يتكلم على المدربين صراحه مع احترامي له. الشيء الثاني هو ما قيم ترى فيصل. هو ابدا رايه ابدا وجهه يتكلمون عن كاظمه وغيره وغيره وغيره. لا لا عادي من حقه يبدي وجهه نظر اسباني اللي لا لا اللي مو منطق هذا فيصل. مو منطق ان اليوم انا والله لحظه اليوم مانشستر اختاروا مدرب سوشاير وما نجح فريق مدربهم وما توفر. خليني اكمل. اقدر اقول والله مانشستر الاداره والله ما تجيب مدرب ما تعرف تختار مدرب ما تتكلم عن مدرب. لا مو منطق يرحم والدينك. تخليني اكمل. خليك تكمل بس ما يصير تكلم امر غير منطقي وغير معقول وتبيني اسكت. ما يصير يا فيصل. غير منطقي وغير معقول يا ابو سعود ان الشخص اللي جاب هالمدربين وفيهم محاضرين وقالوا ما ادري شنو وقالوا اكو واحد مال شواطئ يقيم مدربين. مع احترامي انا مالي شغل بكاظمه. اسال كبات اللي عندك وبسأل بالذات الدكتور وهم بسأل الكابتن خالد. الحين هذه الإيقافات اللي صارت الإيقاف اللي صار على خالد الرشيدي وإصابة عبد الغفور الحين هذا المدرب الجديد مع طاغمة شلون بيشوفون الحراس؟ الحين عندنا تصفيات بعد شهرين من يرشحون؟ أكو أحد بالاتحاد يشوف حراسنا ولا بنطلع بويه اسود ان خاصه ان ياخذون الستة الاوائل وخمس ثواني معقوله بعد هم بهذه من خفق؟ ما عندنا حراس يا جماعه. خالد الرشيد ليش وقفتوه كل هذا؟ مو حطم عليكم بوم على القادسيه. طيب شكرا لك. شكرا لك اخوي فيصل. وان اختلف معاك وطبعا ابو فيصل له الحق اذا حاب يرد او يوضح امر اخر لكن واجبي اليوم تفضل. اولا انا يعني مثل ما قال لك ابو سعود هو من حقنا احنا نقيم المدربين. بالنهايه انت اليوم تختار مدرب مو معنى هذا اذا اخترت مدرب ما توفق مع فريق معنى هذا ان انت ما تعرف او ما تفهم. هذه نقطه. النقطه الثانيه اخوي فيصل انت قالوا وقالوا وقالوا يعني كلامك كله مبني على قالوا وقالوا وقالوا. لا بس هم النقطه الثانيه بعد ابو فيصل ترى مو بس انت اخترت انت مو انت الوحيد اللي رحت واخترت ابي اوضح شغله معك كان اعتقد عبد العزيز حماده مو هو الفني وبعدين جبتم طرحتهم على مجلس اداره مجلس اداره وافقوا ترى اكو نقطه بعد يمكن الغايبه عن الكل. احنا ما اخترنا مدرب حق المنتخب الاول. احنا المدربين اللي اخترناهم اولمبي ونازل ترى كراسكو اللي حطيناه الاول طبعا كان بموافقه مجلس اداره لان الوقت هذا ما نحتاج مدرب حق المنتخب الاول. هذا طرحناه الموضوع في اللجنه الفنيه وانطرح في مجلس اداره وافق مجلس اداره. ايه القضيه الاساسيه ان المدرب وانا قلتها يمكن في اكثر من حوار قلت يا جماعه ترى احنا قاعد نعد الفريق حق 23 كاس اسيا ونهائيات كاس العالم 26 بس الظاهر في ناس ما قاعد تسمع الكلام هذا. احنا ما قلنا ما بغيت اقول انا في ذاك الوقت ان احنا ما راح نتاهل ولو تاهلنا المرحله الثانيه ما راح نصعد فهذا واقع وهذا منطق. بس انا اقول بالنهايه انا من حقي ان انتقد المدرب. لا من حقي واحنا قاعد ننتقد المدرب وانت لاعب سابق ننتقد المدرب على امور فنيه وناديه إيه؟ يقدر يتكلم حتى بالضبط. لو مو ناديه ابو إيه؟ فيصل انت اليوم مو نادي كامل من حقك تتكلم إيه؟ تبدي رايك. اقصد فوق كل هذا هم بعد يعني الحين مثلا انا مثلا قاعد العب مباراه ومشيمي قاعد العب مباراه ودش عليه جول وانا اقول مثلا حسين مشيمي يتحمله المباراه الجايه يدخل على نفس الجول
يعني مو من حقي انتقد مثلا قاعد اقول انا هذا الخطا لا لا ومن حقك انت فيصل عم قاعد تتصل وتنتقد وما يعني تكلم الامر طبيعي تكلم عن حراس المرمى كنا اي انه بس لانه في اتصالات وراح اخليك تعلق جاسم صبحك الله بالخير بالخيرات مسعود وتحياتي لك حياك رام يحييك ربي اخوي مسعود انا فضل. عندي اربع نقاط على عجاله تفضل ابي الهيئه العامه للشباب والرياضه نعم شنو دورهم بالرياضه الاتحاد جميع الاتحادات ما يقدرون يسيطرون على الاتحادات بقانون بس مجرد فلوس دفع فلوس سنويا مليون 100 مليون دينار للأندية طيب بالإضافة للاتحادات اوكي هذه النقطة الأولى شنو دورها النقطة الثانية لأن ما عندي وقت والله يا جاسم حبيبي يعطيك العافية بس خلي شوي قاعد أقول لك بسرعة يعني النقطة الثانية شنو النقطة الأولى عرفناها موضوع الهيئة شنو دورها رياضيا النقطة الثانية النقطة الثانية بخصوص اللي يبون المدربين واللي سووا حاليا بالنسبة للاعبين يعني ينتقلون لأندية ثانية إنزين ليش احنا اخر نقطة هذه ليش ما يعني الدولة تدفع الفاضي ليش ما نسوي احنا اخوي بسعود تخصيص الأندية وانتهى الموضوع اوكي مشكور يا جاسم ويعطيك الصحة والعافية انت دخلت في نقطة انا ضدها جملة وتفصيلا اروح لاخوي فاضل صبحك الله بالخير صباحك الله بالخير يا ابو سعيد يا حياك الله عندك كلهم من الجو كلهم حياك الله خالد شمري هلا حبيبي حبيب قلبي انا انت الحين لاعبنا الكبير راح علاج في الخارج طبعا تعرفه خالد شمري بعد خالد خليفه نعم خالد خليفه الله يرده بالصحه اي اخوه المعلومه اللي عندك اخوه رد ولا ما رد هل نفس الديره اخو خالد خليفه؟ ايه ما اعرفه ما اعرف اي كان معاه بلندن ما ادري والله ما ادري اخوي فاضل في شيء؟ ان شاء الله رد بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله في شيء اخو مريض يعني؟ ايه كان رايح يتعالج من السديره الله ان شاء الله يرد بالسلامه ما يشوفون شر ان شاء الله ما يجون ان شاء الله ما نجيكم ان شاء الله عائله رياضيه وفنانين اي والله يستاهلون شكرا لك يا اخوي فاضل ودعواتنا لأخوه أيضا خالد خليفة إن شاء الله يرجع بالسلامة أخوي فهد صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور أخوي بسعود أصبح عليك وعلى الكباتن حياك الله بسعود عندي ملاحظة بالنسبة للاتحاد تفضل يعني ليه متى هذا الترقيع يعني مدرب انتخب الكويت عقد أربع شهور وين صارت هاي أربع شهور مدرب بس انت منتخب الكويت اربع شهور بعدين على الاتحاد لجنه حكام يراسها الشيخ احمد اليوسف اوكي لجنه حكام فيها تخبطات مين يحاسب الشيخ احمد اليوسف لجنه المسابقات فيها تخبط لجنه الفنيه فيها تخبط كان الاجدى على هذا الاتحاد بعد الاخفاقات اللي صارت يقدم استقالته من رئيس الاتحاد لين اقل عضو ويتم تشكيل اتحاد جديد على الاقل يكون في مع يعني يكون عنده مجال انه يعدل يصحح هاللخبطه اللي صارت وهالاخفاقات اللي صارت المنتخب الحين مقبل على استحقاقات وعلى مسابقات وعلى تصفيات اربع شهور يعني لا ممكن تسوي معسكر ولا ممكن تختار لاعبين يعني شيء صراحه يعني ما الاتحاد وين بوصل الكره الكويتيه طيب ومشكورين شكرا لك اخوي فهد موضوع المدرب ان شاء الله راح نناقشه ايضا مع الاخوان وعد صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور اخوي عبد العزيز يا حياك الله طيب صبحكم الله بالخير كباتن اهلا انا عندي نقطتين تفضل النقطه الاولى
لازم نعرف وانتو كباتن كبار اخوي خالد بن تيمي بن محسن علي، انتو تعرفون ان ماكو رياضة بالكويت، انتو شايفين اللي حوالينا، شايفين دول الخليج، ما راح اقول لك برا، انتو متأكدين ان الدولة تبي رياضة، حكومة تبي رياضة؟ اول شغلة اللي قاعد قدامكم خالد شمري كاهو بالهيئة، الهيئة ايش قاعد تسوي؟ ما له شغل بالهيئة يا ابو، ما له شغل بالاتحاد، ما له شغل بالهيئة بالاتحاد، الاتحاد مالنا اخو، ما في اتحاد، احنا ما عندنا اتحاد، ما له شغل بالاتحاد الحين، كنت انتهى كلمة اتحاد، اصلا المفروض هذا يصير خصخصة حتى حق الاتحاد، لو انا عندي اكلمك نعم. المفروض كل شيء لا بس اخوي وعد ما يصير تقول حكومة ما تبي رياضة، ليش الحكومة كل شيء سوت؟ لا لا حطتك وزاره للرياضه، حطتك هيئه للرياضه، حطتك ميزانيه للرياضه، اذا مشكله في المسؤولين شو تسوي لك الحكومه؟ عبد العزيز ما يصير يا لما الحكومه تقصر، لحظه نفس الفتره اللي فاتت لما الحكومه قصرت وتدخلت في قوانين الرياضه ووقفت الرياضه، هني نقدر نقول حكومه ما تبي رياضه، لكن الان الحكومه فاتحتها بحري حق الرياضه، شو اللي تبي الرياضة قاعد تسوي لهم؟ شو اللي تحتاجه ميزانية قاعد تعطيه؟ وهذا الريال موجود. عبد العزيز ما يصير. ترى بطل الكويت بالراليات. والنعم فيك. والنعم فيك. والنعم فيك. وين إنجازاتنا بالراليات؟ وين رحنا؟ طالع الحين كرة القدم. قول حق نفسك وأنت بطل راليات، قول حق نفسك وين إنجازاتنا؟ ماشي. وين إنجازاتنا؟ إيه. وإحنا شنو اللي يعطونك يا جوائز؟ الأندية شنو تعطيك؟ شنو تعطيك اذا انت تقدم سياره ب 80,000 و90,000 الحكومه روح اسال ناديك، الحكومه تعطي النادي ولا ما تعطي؟ روح اسال ناديك. انا اكلمك، انا اكلمك اذا النادي ما يعطيك فلوس بعد هذا مو ذنب الحكومه. الحين انا ما اكلمك عن السيارات، اكلمك عن كره القدم. كره القدم خذوا كاس الخليج، كل واحد خذ ما شاء الله عيني عليهم بارده 30,000 دينار متبرعين، ما ادري 40,000 دينار متبرعين ولا مو متبرعين، خذوا ولا ما خذوا؟ لا متبرعين، مو من الهيئه ولا من الاتحاد، متبرعين الناس. هي ما تعطي فهد الديحان ياب لهم ميدالية ما رضوا يعطونا فلوس ولا رضوا يمشوا للراتب ولا شو يسوي بعده الريال أولمبية يجيب المفروض قانون عليها نزل قانون عليها بس ما طبقوا عليها شو يسوي روح اسأل المسؤولين اللي بالهيئة اللي ما عطوا أنا أسألك أحلفك بالله عبد العزيز طيب. أنت مذيع من طب. كم سنة أنت مذيع بالرياضة ايه؟ عبد العزيز ما يخاف أعطني فرصة من كم سنة أنت وايد 10 من كم سنة أنت كنت تتكلم عن الرياضة هذي شيء واحد تطبق من اللي انت قلته اي ماكو شيء فترة اللي فاتت بس شاطرين يحاربون الشيخ احمد الفهد والشيخ طلال الفهد اكيد هاي الفترة اللي فاتت اكيد شو تبي انجاز الحين اللي الحكومة مو مقصرة معاهم ما قاعد يسوون شيء بعد شو تبي يسوون احمد الفهد اقول يحاربون احمد الفهد ويحاربون طلال الفهد ويحاربون الكل عشان تدري شنو عشان المنصب طيب مشكور 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 يا اخوي وعد مشكور آخر اتصال أخوي منيف صبحك الله بالخير أخوي منيف طيب أبو فيصل تفضل يا منيف بالنسبة لموضوع المدرب مدرب كاظم يقول ما تدخلنا بعمله بالنسبة للفواز بقية نعم إذا هو ما تدخل بعمله كيف يقول قلت له حط مهاجم ثاني أو غير الطريقة أو شيء من الناحية هذه نعم لو ما في تدخلات بعمل المدرب لون يقول حط اللاعب مثلا يلعب مهاجمين ويلعب بطريقه اللعب كلام محسن غانم صحيح 100% اكيد في تدخلات بعمل المدرب هو معترف على نفسه فواز بخيت يقول قلت له العب مهاجمين لا لا فواز يقول قاعد اناقشه فواز يا منيف فواز يقول انا ناقشه بس المدرب عنده عناد في الغلط يعني هو يقول فواز انه في وجهه نظر إن مثلاً ألعب اللاعب ألعب اللاعب بس المدرب مصر على وجهة نظر وتطلع وجهة نظر غلط إن الفريق ما قاعد يقدم مستوى غلط أتم النهاية بس بالنهاية يا منيف المدرب ما مشى كلام فواز مشى كلامه صحيح أي عشان كذا هو ابتعد عن النادي فواز فترة لو مستمر مع بعض متكاتفين ممكن يحقق الدوري كاظم نعم ممكن صح هذا أثر على اللاعبين صح والله شكرا في خلل شكرا لك يا اخوي منيف وشكرا لتفاعلك ابو فيصل كنت بتعلق على كلام اخونا فيصل بخصوص الحراس ان المدرب شلون بيشوف حراس المرمى لا هي الامور هذه تحدث في اي منتخب ترى نعم. يعني بعض المرات في حراس يتعورون يعني يتعورون اثنين ثلاثه هو قاعد يقول شلون يشوف الحراس ويختارهم في تلفزيون موجود في نقل المباريات
المشكلة؟ في حراس بس هو يتكلم عن عقوبة. هو يقصد ان شلون سليمان عبد الغفور سليمان تعور خالد موقوف شلون يعرف بعد ظرف تمر في لا 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 تمر يمر في اي منتخب في يعني نقطة ان لاعبين في انديتهم عندهم عقوبات او في عندهم اصابات. طيب اخر اتصال ما عليه اخذ اخوي فهد عنده حراس مرمى زينين ما اخذوهم بالدوري. اخوي فهد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير حياك الله يا اخوي. الله يحييك سلمك. انا بخصوص انا ولي امر لاعب في نادي الصدام. نعم نعم. عندهم لعبه اليوم في نادي الغاتيه. حلو. راح اللاعب الولد بعد اللعب دق علي الساعه 7:30 قال لي بتعرف سلمك. قلت له ايش وين ما في باص؟ قال لا ما في باص يجيبنا البيت. فالولد جيت اخر الساعه 8 في النادي الغاتيه. نعم. ما في احد جايبه البيت ولا هم رادين النادي التضامن. كلمت المشرف قال والله النادي مو موفر باصات. زين فهد بس المباريات السابقه شلون كان اللاعب يرجع البيت هاي؟ كان عندي سايق انا ودي ويجيبه وما كنت عندي علم انه ما في يعني الباصات مو موجوده من اول موسم يعني الباصات مو موجوده ما ادري عنهم انا بصراحه ما ادري بس اني السايق كان اللي يوصل ويجيب. نعم. اليوم لما سافر السايق عرفت انه لما دق علي الولد عرفت انه شو اسمه ما في باص اساسا. كم عمر الولد الله يحفظه؟ تحت 17 سنة. نعم. المشرف شو المشرف شو اسمه عفوا؟ والله ما ادري يمكن اسمه مساعد بس قال اني مكلم الاداره والاداره ما قالوا ما عندنا باصه. يعني المشرف ما لومه وما والولد المفروض يبلغ المشرف اني ما في سايق مو جاي اليوم ولا السايق سافر ويرده بس ما بلغه لانه يمكن مستحي بس انه المفروض النادي ما يخلي اللاعب يطلعون برا من يوم من لين لين يعتمد كل ولد راح ويا ولي امره ولا شو اسمه صحيح مخلينا بحاله ما يصير ولازم يوفرون له باص على الاقل يوصل البيت ولا يوصل النادي تماما. صحيح والله اخوي فهد شوف اول شيء يعني الاخوان في نادي التضامن والاخ فهد دابس بشكل خاص كون رئيس جهاز الكره اكيد يعني هذه الامور ما تطوفه ولا تفوته ايش هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يعني ملاحظتك في محلها يعني الاخوان او مشرف الفريق المفروض انه ما يهد النادي الا لما كل اللاعبين اللي عنده يطمن انه راحوا بيوتهم. هذا امر ثاني. يعني نفس المدرسه اليوم المشرف حاله حال المدرس يعني ينطر اخر طالب مسؤولية. بالضبط مسؤوليه. فاتمنى توصل ملاحظتك عند اخونا فهد دابس وان شاء الله يحقق في الموضوع. واخونا ابو دابس اعرفه يعني هالامور لا يمكن ان تمر مرور الكرام واكيد في حقق الموضوع. موضوع الباصات اكيد هذا الامر مثل ما تفضلت من بدايه الموسم ما في باصات لكن النقطه المهمه هي نقطه المحافظه على اللاعبين وعدم تركهم يعني بعد المباريات. ارجع لموضوع المدرب بوفيصل يعني موضوع المدرب مؤيد انه هي 4 أشهر فقط. ترى في اثنين بوفيصل هني بوفيصل فيصل واحد هني دكتور هني يقول له دكتور فيصل واحد صحيح ترى من زمان يقولها. انت شو تقول؟ انا لا رايي من زمان يعني طبعا كثره تغيير المدربين راح تسبب لا الحين هو اعتذر هو الحكي انه هل تؤيد انه 4 أشهر ولا كنت تفضل انه لا مؤيد انا ايد اذا يعني بتجيب مدرب يكون مدرب عقد وجهه نظرك ليش يابوا 4 أشهر؟ يمكن على مدة مجلس الإدارة المدة المتبقية وهذا أنا أشوفه أنه غلط. حتى مجلس الإدارة إذا كان ينتهي مثلا في شهر 5 أو شهر 6 ما المفروض أنه يكون المدرب عن طريقه يخلي مجلس الإدارة القادم هو اللي يختار المدرب. عندنا مرحلة قادمة يعني مهمة نقدر شوف أنا يعني أقول لك إياها من الأمانة يعني تصفيات كأس آسيا هذه اللي هي 23 كرة القدم فوز خسارة بس أنا في رأيي الشخصي نقدر نتأهل شو المشكلة؟ نعم. ترى تأهل الأول يأخذون والثاني من كذا مجموعة خمس ثوان فبالتالي نعم. الأمر سهل يعني يقدر حتى عندك مدرب على المستوى المحلي يعني يدير المباراة. اعتذر أنت ايش رأيك؟ اعتذر هو من هو؟ المدرب؟ لا لا ما اعتذر ليش؟ لأن قلت اعتذر قلت اعتذر شنك تو قلت اعتذر قلت اعتذر عزيز إيه قلت اعتذر إيه. أنا قلت اعتذر إيه المدرب عيد عيد على شنو اعتذر بس وانت قاعد تتكلم عشان تقول اعتذر ارجع للفار ارجع للفار يلغي الجول والله جولنا جول اي زين شوف اي جول جول غاتسي جول ما في شيء شوف حبيبي تفضل تؤيد 4 أشهر انا مع لا ما ايد شنو 4 أشهر
انا ما ايد، انا ايد انه يتم الاستعانه باحد المدربين بالانديه. نعم. اي مدرب موجود بارز وزين ياخذونه وبس، بعدين عاد مجلس الاداره الثاني كيف عاد. انت ايش رايك ابو؟ انا مع كلام الدكتور، مدربين موجودين اكفاء وعارفين مستوى اللاعبين. انت بتجيب هذا 14 وين يمدي بيشوف لي وبيكتشف لي لاعبين؟ فانا اتوقع ان انت مع الدكتور مو معي. مع الدكتور انا نفس الراي. ابو فيصل الاثنين نفس الراي. لا نفس الراي. اوكي ما ما انا كنت شارد ابو فيصل الاثنين كنت شارد. انت ابو عبد الله والله على ضوء ان 14 الاتحاد قاعد، وحسب ما سمعت تصريحات من الاتحاد انه ما يبون يلزمون الاتحاد اللي بعده راح يجي في المدرب. هذه عقليه بتخلفه وما عندهم نظره، وطبيعي بيحط لك 14 لانه هو ما قاعد يفكر بالكويت، قاعد يفكر منو اللي بيمسك مكان المنصب. انت لو عندك فكر وتفكر حق الكويت تجيب لك مدرب صح وتوقع وياه عقد طويل وتأسس. ما عنده ميزانية؟ تأسس. لا عنده ميزانية. ما عنده ميزانية. لا 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 قالوا ماكو ميزانية. لا لا فليطح قال منو قالوا ماكو ميزانية. يا ناشدوا ناشدوا الهيئة على أساس أن 14 لا لا درجة الأولى درجة الأولى تعوذوا من الشيطان. ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري STC للدرجة الأولى، التقى برقان بالصليبيخات على استاد مساعد الشنفة بنادي التضامن. الشوط الأول غابت عنه الخطورة ولم نشاهد فرص حقيقية على مرمى الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة بانتهاء الشوط الأول سلبيا أداء ونتيجة. مع بداية الشوط الثاني الحكم هاشم الرفاعي يشهر البطاقة الصفراء الثانية بوجه لاعب الصليبيخات وليد سعد ليغادر أرضية الملعب، ورغم النقص العددي الصليبيخات يسجل هدف التقدم بتسديدة صاروخية من الشاب محمود زيد. الموهوب محمود زيد يسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعد أن تلقى عرضية مثالية من خالد العجمي. برقان يقلص الفارق إلى هدف عن طريق حمود لسهلي، وفي هذه اللقطة اللاعب هادي الحربي يطالب بركلة جزاء والحكم احتسب خطأ بداع التمثيل ويشهر الكرت الأصفر الثاني بوجه اللاعب ليغادر أرضية الملعب، لتنتهي بعدها المباراة بفوز الصليبيخات بهدفين مقابل هدف. هذا فوز معنوي لنا احنا بقيادة الكابتن مالك القلاف. حبينا يعني ان ما ودك تخلص الموسم وانت المركز الأخير، ودك تسوي شيء وتطلع بصورة زينة، وهذا ان شاء الله انطباع حق الموسم الجاي. احنا ان شاء الله فريقنا ان شاء الله مع مالك القلاف تغير كثير، يعني ما مو نفس قبل. قمنا نستحوذ على الكرة، قمنا نشكل خطورة، يعني تشوف الجيم الثاني نقرب نقص عددي سجلنا هدفين. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الموسم الجاي أحسن من الموسم هذا بإذن الله. المفروض تكون مباراة زينة من زوز فرق. الشوط الأول كان الريتم بطيء جدا، الشوط الثاني حبينا نسرعه في الكرة. زوز هجمة مرتدة من الصليبيخات صار لهم توفيق من عند ربي، نحن كرة برك توفقنا فيها، لكن هذا ما يمنعش اللي يلزمنا نخدمه باش نحسنوا برشا حاجات. خاطرك تشوف فما برشا لاعبين شبان خذوا ياخذوا في الفرصه، وان شاء الله مع المدرب ومع الاداره قاعدين معنا باش نعاونوا الفريق ان شاء الله باش يكون بصوره زينه للموسم الجاي ان شاء الله. احنا الامانه تفاجئنا برضيه الملعب، مستوى الحشيش وايد مرتفع، فكان من الضروري انا كنت راح ابدي باسلوب الضغط العالي. انا كان تخطيطي كذا والتكنيك اللي تمرنت عليه بحكم ان نادي مورغان دائما يلعب بالثلاثه بالمنطقه الخلفيه، فلعبت بثلاث لاعبين. لكن لما شفنا اثناء التسخين واللاعبين وقت الاحماء كانت عندهم في اشكاليه بعمليه ارتفاع، يعني الارضيه من احسن ما يمكن لكن ارتفاعها مو مكسوس الثقيل، فارتئينا ان احنا نوازن نفسنا كارتداء ان ننتقل عمليه الاستحواذ، ومجرد نوصل باقصر الطرق عشان الارضيه اللي بهال تاخذك بدني كثير وايد منك. الشوط الاول المجموعه اللي ادت انا فخور فيها جدا، يعني انا يمكن خذيت تجربه العربي كانت بالنسبه لي احتكاك جيد حق هذه النوعيه من اللاعبين، يكون عندهم الثقافه الفوز شلون تتعامل وياه. فبادرنا اليوم وقدرنا نحصل على المجهود، وشكرا على الابطال، واذا تنسب الفوز انسبه لهم، انا مجرد وسيله لهم. وفي الجانب الآخر انطلقت مواجهة الجهراء والساحل على استاد ثامر. الجهراء سريعا سجل هدف التقدم من رأسية عن طريق الأرجنتيني رونيرو. أزرق الشمال يتعرض لضربة موجعة بعد طرد لاعب أحمد عليان بعد العودة لتقنية الفيديو. تاليسون يسدد كرة حرة أبعدها بدر صعنون ببراعة لتنتهي الفترة الأولى
بتقدم جهراوي بهدف نظيف. وفي شوط المباراة الثاني كتيبة الوطني محمد الدهاليس طالبوا بركلة جزاء، وبعد العودة لتقنية الفيديو الحكم سعد الفضلي أمر باستمرار اللعب ليأتي البرازيلي جوفاني ويسجل هدف التعديل لفريقه من تسديدة قوية. الساحل بحث عن تسجيل الهدف الثاني لكنه لم ينجح، والجهراء كاد أن يخطف هدف قاتل بالدقائق الأخيرة، والفرصة مرت بسلام على السحلاوية لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. الحمد لله على كل حال، أعتقد بظروف المباراة اللي صارت لا والله قد لك لنا، لأن من يمكن أول 20 دقيقة قاعد نلعب 10 لاعبين، وأعتقد أن كنا يعني إحنا داشين قبل المباراة إذا ما فزنا ما نخسر أهم شيء، لأن آخر لعبة راح يلعب منافسين المباشرين خيطان والساحل ويا بعض. فالحمد لله على كل حال ظل الظروف هذه لا والله نقول قد لك حق الجهرة وهم قد لك حق الساحل. كنا جايين نبي 3 نقاط وعلى قولتهم نستعيد الصدارة أو المركز الثاني بالأصح، على أساس أنه من ثم طبعا الصدارة عشان يأهلنا للدرجة الممتازة. مثل ما قلت لك ما كنا جايين عشان التعادل، قدرنا نقول يمكن من أول كرة، بس الطرد يمكن شوي على قولتهم يبعثر حساباتك. ف يعني مثل ما انت شايف تكتيكيا الساحل كان بصراحة متواجد، سيطر على المباراة بما أنه هو زايد عدد، قدر يستغل يمكن كرة من غلط يمكن جماعي من لاعبي نادي الجهرة وقدر أنه يسجل. هذه مباريات كرة القدم فيها الفوز وفيها الخسارة فيها التعادل، يعني أتوقع نقطة أفضل من لا شيء. للأمانة احنا دشينا المباراة هذه نفكر ب3 نقاط، فاجأنا الجهرة بجول أول 5 دقائق، قدرنا نضغط على الجهرة، شفت أنت مثل ما شفت الجهرة رد دفاع بعد الجول على طول وتسيدنا المباراة لنهاية المباراة، هجمات كلها لنادي الساحل. نادي الجهرة كان ناقص لاعب يمكن دقيقة 30، حاولنا أن نسجل الهدف الأول، قدرنا نسجل بشوط ثاني لكن ما توفقنا بالهدف الثاني. ب10 لاعبين الجهراء يقتنص نقطة أمام الساحل، والاصطبيخات حقق ثاني انتصاراته بالمسابقة على حساب برغان. فواز الصلال لبرنامج الديربي. شكرا اخوي فواز. بشكل سريع الترتيب، ترتيب الدرجه الاولى بعد نهايه الجوله، ال11 ساحل في المرتبه الاولى ب 21 نقطه فارق الاهداف خيطان، بالمركز الثاني 21 نقطه، الثالث الجهره ب 20 نقطه، برقان قبل الاخير ب 10 نقاط، والصليبيخات في المركز الاخير ب 8 نقاط. انا بشكر الاخوان في القناه الثالثه صراحه، يمكن الاسبوع الثاني او الجوله الثانيه على التوالي او الثالثه على التوالي ما انا متذكر، ينقلون احدى مباريات الدرجه الاولى. الصليبيخات الاخير شلون تقول فاز على اي الاخير؟ انا قلت قبل الاخير، قلت إيه بس مالك متى ماسكهم؟ توه شيء يحسب لنا ان فوزين وفوز بالكاس. نعم والاثاره بس موجوده بس متماسكين الثلاثه. اي والله اللي فوق خيطان. أيوة. 21 والساحل 21 21 20 هذا الجوله ال 14 يعني كم؟ الثالث اعتقد. جوله شنو؟ نعم كم جوله؟ هم 14 لانهم اربع. ادري بس ما فيها مشاكل تحكيميه مثل مشاكلنا هني ويا 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 محسن. في علي ما راح يبين. ها؟ ما راح يبين. ما مو منقولة ولا شيء ما حد يقدر. لا قام ينقل. لا منقولة الحين. ثلاثة بس بشكل عام يعني. هذا عقب ما طرحنا تذكر هني. صحيح صحيح. نشكرهم نشكر الاخوان التفاعل. ترى على فكرة برا ما ينقلون حق درجة أولى. زين احنا في الكويت ينقلون. لا السعودية دوري يلو. الحين دوري يلو منقول كامل. لا من قبل. السعودية لا من قبل ابو فيصل. زمان. الدوحة قنوات الكاس تنقل دوريهم درجة الأولى. لا هني كان عقاب هني ما يخلون لهم. ما عنده معلومة شو. ما عندك معلومة. ما عندك معلومة مو موجودة دير بالك. ما عندك معلومة. والله سكت. بس شيء زين صراحة. اي والله. حكيت كم باقي على الحلقة؟ ما ابغى شيء وصلنا بس خلاص 10 دقائق لا بشكر لا ترى تو بدا نطلع قاعد انت ويا محسن سلام يعني لا ساعد راح تغير. شكرا لك علي زين. لا قبل صلاه الفجر. شكرا لك محسن غانم. شكرا لك خالد شمري. لا تسال يبو دكتور حسين الكامي. ما كل العافيه. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هاجين وميابيرين. شكرا يا طياب القمه. شكرا لشركه اتش واي سي ام. شكرا للنظارات كيفان
شكر لمحمصة كازو اند مور، شكر لدير اندير، شكر لاجواخ الملوك، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت، شكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه، شكر لمتادور ديزاين. قبل لا اختم، الحساب اللي اخترته لكم اليوم حساب واضح انه متابع للكره الايطاليه بشكل تفصيلي اكثر يعني، وهذا الشيء شدني صراحه في اخوي الدكتور، حاط دكتور تكتيك، وفعلا انك دكتور والله يا اخوي عمرو هديب. طبعا متطرق الى مباراه يوفنتوس وميلان، يوفنتوس وفيورنتينا اللي انتهت قبل شويه في الدور قبل النهائي لكاس ايطاليا. يعني في تعليق جميل لعمرو هديب يقول قاسيه جدا الحقيقه، فيورنتينا قدم ماتش عظيم على يوفنتوس، لكن فيورنتينا يلوم نفسه على قرارات الانهاء، واعتقد يقصد يمكن فيلاهوفيتش. مبروك لبيان كونيري، شكرا لك يا اخوي عمرو على يعني تكتيكاتك، وفعلا انك دكتور الله يعطيك العافيه، وادعو الجميع لمتابعه حساب اخونا عمرو هديب الدكتور في التكتيك الله يعطيك العافيه، وحساب مميز. نلقاكم ان شاء الله باكر، الى اللقاء.